بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا وسهلا بكم. النهارده ان شاء الله تعالى بنتكلم مع بعض عن شيء مهم، سمكه الشم. طبعا احنا فيما يبدو ان احنا تقريبا يعني مش عاد قدامنا في البحر غير الشم صراحه، والشم سمكه يعني انا بسميها في بعض الاحيان السمكه المظلومه، لانها اخذت سمعه سيئه وهي تستاهلها صراحه. يعني طبعا النهارده بنقعد مع بعض ونشوف كيفيه الاستفاده منها لتحسين طعمها. انا بتكلم على طريقه يعني التخلص من الزفار. طبعا سمكه الشم احترس دايما من الشوكه الظهريه الموجوده هنا والشوكة الجانبية، علشان كده لابد من ساعة التعامل معها. سمعين صوته؟ ساعة التعامل معها مع سمكة الشم على انكو لازم تستخدموا فوطة في ايدكو، لان هي يعني ضرورية. الشرط الاول علشان خاطر ان احنا ربنا يكرمنا وان احنا نستفاد من سمكة الشم لازم تكون حية. يعني السمكة لو ماتت منك الافضل ليك انك يعني ترميه، الافضل. علشان كده احنا لازم نسمي الله اولا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونذبح السمكة الشم، لان هي مجرد ما تندبح الزفارة بتاعتها بتنزل مع الدم. وببدأ اوريكم ازاي نتخل يعني نحصل على لحم قريب في اللون من لحم السلمون. انا بوعدكم هتفتحوا الحين هتلاقوا لحم سلمون. واضح اني اكذب صح؟ بس لازم اهون عليكم، اصل صراحه انا كل ما اطلع ما ارجع غير بتشم صراحه. فيعني خلاص المخزون الاستراتيجي داخل البيت خلاص. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله اكبر، ونذبح ونقول اهو، ونحاول ان احنا نخلص دمها. وطبعا ذوي القلوب الضعيفه يمتنعون. طبعا كميه الدم اللي بتنزل منها كميه كبيره جدا. يعني هتشوفوا الحين ان المية اتحولت للون الاحمر. كمية كبيرة جدا بسم الله. وطبعا قرح الذبيحة. الناس بتزعل مني لما اقول كلمة اذبح، ولكن هذه هي الحقيقة المرة اللي انتم مش متقبلينها. في سمكة مثل تقعد أربع ساعات برا المي. في بعض الأسماك تقعد لها أربع ساعات برا المي. طبعا أنا رامي وما شاء الله في نابر النهاردة، بس يلا خلنا نكمل المقطع بتاعنا أفضل، خلنا نستفاد. طبعا هي بسرعة بدأت قربت على الموت أهو. سهلة، لازم في نحلة جابت هاجمني. أي أيوة والله استهدي بالله. الدبج اللي موجود عليها بيبدأ يتوقف عن العمل. سبحان الله بدأت ايه تلفظ انفاسها الاخيرة. طبعا بعيد وزيد، خلي بالك من الشوكة هذه وخلي بالك من الشوكة دي. هي ليست سامة، الشوكتين ليسوا سامين، ولكن الشوكتين بيسببوا لك ألم فظيع وتورم في الايد، بسبب ان هم احيانا يكونوا حاملين ل بكتيريا على المسام بتاعته. طبعا سمكتي نظيفه الحمد لله، انا السمك دايما نظيف. حتى وهي مذبوحه بتاخد وقت في ان تخليص الروح سبحان الله. طبعا فائده انك تذبح انك بتتخلص من الدم اللي موجود في جسم، دم كميه كبيره يا شباب. خلصنا احنا كده؟ لا مش خلصنا، احنا كده مش خلص. مراره بتاعتها شيء بشع. لسه صح بعد الذبح، وده كله لسه صح، وده لا زي خمس دقايق ولا شيء. طبعا احنا مقطعنا شوف والله العظيم اكله جبجو. اكله جبجو. بس خلينا نشوف شنو اكله بعد. يا ما تترك شيء بس بعدين هنفتح. والله دهونها ما شاء الله مدهنة، بس
ما دام ما ماتت والله ما تطلع ريحة. والله أنا هوريكم الحين سلمون، سمكة سلمون وليست سمكة شم. سبحانك الله، السنارة بتاعتي قاعدة تنبر يا شباب. أروح نابر قوي قاعدة تسجد وتقوم، بس سيبها يا هادي يا رب، ما تموتي بقى ورانا شغل. نوقف المقطع شوي. السمكة الطيبة المظلومة. هتشوفوا سلمون الحين، سلمون بعد التنظيف. وطبعا لا يفضل انك تكثر من اكلها صراحة، لان السمك اللي هو بعيدا عن الدين، يعني بعيدا عن اخواننا الشيعة اللي بيقولوا بتحريمها لعدم وجود قشور، دايما السمك اللي هو ليس عليه قشور بيحتفظ بمادة نسيت اسمها، اللي بتكون يا ريت تذكروني بيها على التعليقات، بتضر الجسم، وديت برضو لا ينصح بالاكثار منها. يعني اي سمكة ناعمة الملمس، لا البولينة بيكون فيها البولينة مرتفعة، تذكرت. شكرا شكرا، بدون تعليقات. بسم الله. هنيجي هنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح، وطبعا العظمة القوية دي هندور عليها هنا. وت ايه اهو اهو، وتطلع وارمي ارمي، تخلص تخلص. وطبعا فايدة اللي انا بعمله هقول لكم عليه دلوقتي، ان انت لما بتخلص نفسك من ال شفت شو اقول لكم، وردي اقول لكم، والله يا رب يكون ظاهر عندكم بس ورد، والله اهو سلمون، سلمون لحم وردي، انما لو تركت